باصات الرياض اشتغلت، ده اليوم المنتظر لكل السعوديين وانا كمان والله. بما اني كنت عايش في اوروبا صديقي فهقولك الباصات في الرياض نفس المستوى بتاع اوروبا ولا احسن ولا اوحش. الشاشه دي فيها الوقت والوجهه والمسار بس التصوير بتاع الموبايل هو اللي مبوظها. للاسف زرار الباب كان معلق بس كل حاجه جوه شغاله. لقيت اختراع مش موجود اصلا في اوروبا. الساعه الان 9:23 قم 660 باتجاه جهاز لذوي الاحتياجات الخاصه، وده على فكره الابلكيشن بتاع الباص. عايز اقول لك اهم حاجه بالنسبه لي التوقيت، لو جد ظبطوا التوقيت يبقى كده الباص نجح 100%. فاضل بالظبط 4 دقايق على الشاشه، وعايز اقول لك مكان المحطه والامكانيات اللي فيه اعلى بكتير من اوروبا. رب يجي في الميعاد المظبوط. عايز اقول لك انا مش مصدق والله العظيم جه بالثانيه بالظبط، ما شاء الله. ده الحمد لله دليل على نجاح الباصات في الرياض، ما شاء الله بجد احنا كده بننافس اوروبا بالظبط. والله العظيم جه بالثانيه بالظبط ما شاء الله. عايز اقول لك من جوه خطير، نفس باصات اوروبا بالظبط. الجهاز اللي بتحط عليه الكارت تخصم منه الرحله، كل حاجه نظيفه، حتى في كراسي كبار السن، كل حاجه زي اوروبا بالظبط. جهاز قطع التذكره هتلاقيه في كل حته في الباص، شاشه عرض في كل حته كمان. عايز اقول لك الباصات ما اشتغلتش في كل المسارات بس قريب جدا هتشتغل في كل حته.